وبنرجع لحضراتكم من جديد. وطبعا في ظل توجه الدولة في الاعتماد على الكفاءات في كل المجالات وخاصة في القطاع الطبي، وشفنا ده واضح جدا في تشجيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الكفاءات وخصوصا طبعا الشباب منهم وقد ايه ايمانه الكبير بيهم. النهارده معانا دكتور محمد عاصم خرشد، واحد من كبار اطباء الجهاز الهضمي والمناظير، قدر الحقيقة في سنوات قليلة رئاسة اهم واحد اهم مؤتمرات الجهاز الهضمي والمناظير في مصر، وكان بعنوان دايجست، وده للمؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، واللي بيعمل أيضا على رئاسته واللي أقيم برعاية وزارة الصحة والسكان وبحضور خبراء وصفوة وأباطرة الجهاز الهضمي، مش بس في مصر على فكرة، لا في العالم كله كمان. برحب بحضرتك معنا دكتور خرشد. زي حضرتك يعني الأول طبعا بما أننا بدأنا بجهود الدولة، عايز أعرف أهمية وجود مؤتمر زي مؤتمر دايجست ويكون برعاية وزارة الصحة. والله هو احنا دلوقتي الطب كله قايم على توحيد الرعاية الطبية، صح. يعني كل مكان او كل بلد في ارشادات، ان احنا دلوقتي الحتة بتاعت يعني زي ما يقولوا ايه، ان سايب الدكتور لحاله يعالج بطريقته، لا ما عادش موجودة، صحيح. لازم كله بيتفق على ارشادات. احنا طول عمرنا في مصر شغالين على الارشادات الدولية والحاجات الجمعيات العالمية بتطلعها وكده. الفكرة اللي جات لنا السنة دي واللي كانت مختلفة قوي هي، طب احنا ليه ما يبقاش عندنا الكلام ده بتاعنا؟ يعني مانيوال بتاعنا احنا كده نمشي عليه، لان مهما كانت الارشادات العالمية فيها نقاط الحجة فيها ضعيفة وقائمة على آراء الخبراء الموجودين، صح، وهم فعلا بيكتبوا ده في الإرشادات عامة. طيب احنا عملنا ايه؟ جينا مسكنا اكتر 6 امراض موجودة عندنا في مصر هنا، كويس، وجينا قلنا طيب النقط دي حتى في الإرشادات العالمية فيها حاجات لو ايفيدنس، يعني حاجات قايمه على ادلتها قليله، بالظبط قايمه على اراء الخبراء. طيب ما دي ممكن انا عندي يختلف عن حته زي اوروبا، يختلف حته زي امريكا، عايزين توحدوا الاراء دي، بالظبط. فعملنا ايه؟ ودي كانت الجديده، وحتى الاجانب اعجبوا بالفكره جدا. مسكنا كل الارشادات العالميه في العالم كله، الاوروبيه واليابانيه والامريكيه والكلام ده كله، وطلعنا فيها النقط اللي هي تعتبر ثغرات، يعني هي تعتبر فعلا ما فيهاش ادله كافيه. وبدانا شكلنا 6 فرق بحثيه يمشوا ورا كل واحده من دول. اوكي. لحد ما طلعنا النقط اللي هي فعلا فيها جابس، والنقط اللي فعلا مش ماشيه معانا، ممكن تكون في اختلاف المريض بتاعنا عن المريض بتاعهم كده يعني. والفيروسات كمان، بالزبط. اللي هي والامراض، يعني بالزبط. بيقولوا دايما كل حاجه افريكا والميدل ايست بيبقوا لما الحالات دي بتسافر بره بيعملوا عليها كونسولتو، لان في امراض مش موجوده غير في المنطقه. كل منطقه طبيعتها مختلفه عن التانيه، كويس. واحنا في مجال الجهاز الهضمي، لا احنا مصر من الدول الثقيله قويه جدا، وسواء عند البحث العلمي، سواء كفايه حمله 100 مليون صحه فيروس سي مثلا، العالم كله بيتكلم عليها، فاحنا الخبراء في مصر لا تقال قوي في الجهاز الهضمي والكبد. جينا جبنا الحاجات دي كلها، وبعدين قلنا هنستغل ان احنا السنه اللي فاتت كان المؤتمر الثاني، السنه الثالث الثاني كان الحضور عندنا الحمد لله من مصر كلها، تقريبا ما فيش اسم جهاز هضمي صغير او كبير الا وكان ممثل موجود عندنا، موجود في المؤتمر. نستغل الناس دي كلها ونقعد نتناقش، وقسمنا الناس كل واحد الى السب سبيشالتي او التخصص الدقيق بتاعه، يبقى هو موجود في ورش العمل، الورشه دي، كويس. وبدأنا نعمل نمسك النقط نقطة نقطة، ونطلع الأبحاث، الفريق البحثي يطلع الأبحاث اللي هو اشتغل عليها، ويبدأ الناس يعدلوا في خطة كل نقطة، لا دي احنا عايزين نعملها بطريقة فلانية، دي بطريقة فلانية، وتناقش ونقاشات. طبعا كل فريق من دول كان بيرأسه، وكل قاعدة من دي كان بيرأسها 3 من أكبر الناس اللي في مصر اللي شغالين في المجال ده. لحد ما في الاخر ده طبعا كان حاجه، يعني احنا حلم اول يعني. جدا بالزبط. احنا اول ما قلنا عايزين نعمل واحده الناس قالوا مستحيل، كويس، فقلنا لا احنا هنعمل 6. فهو سيادة الرئيس شجعنا ان احنا نبقى نجيب اخر الحاجه يعني، وفعلا الناس تحمست جدا، وفي شهور قليله كان الشغل جاهز. وفعلا لقينا الزملاء طبعا واساتذتنا يعني عجبهم الفكره جدا، وفي الاخر فعلا خرجنا باللي احنا عايزينه. يمكن ده كان من الحاجات المميزه جدا في دايجست السنه دي، واللي فعلا الناس حتى الاجانب اللي كانوا موجودين معانا صور جداً. طبعا بتجمع يعني ممكن برضو تقول لنا الاسماء الكبيره
كبيره، الكبار الاطباء اللي فعلا نقول دايجست في دورته الثالثه. انا خايف اقول مين ولا مين، لان فعلا ما فيش حد ما كانش موجود، ما فيش حد ما كانش، ما فيش حد في مصر من اسكندريه لاسوان متخصص في الجهاز الهضمي والكبد ما كانش موجود معانا. يعني حتى باين طبعا من الاعداد ودول يعني دول. حتى تقول لنا اهم الدول اللي كانت موجوده. كان معانا من النمسا، كان معانا من المانيا، من هولندا، من انجلترا، من تركيا. كبار الناس في اوروبا جم وعملوا حاجه ثانيه جميله جدا بقى. احنا برضو لينا التاتش بتاعنا طبعا. احنا ناس طبعًا. بنحب الدروس خصوصيه كويس. فجينا قلنا عملنا، جبنا اجهزه المناظير الحديثه وقلنا طيب احنا عايزينكم بقى الاجانب الموجودين تدربوا الشباب الاطباء على الاجهزه الحديثه، استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر على الاورام، عمل المناظير اللي هي الدقيقه جدا او المناظير الصعبه كويس. وبقينا اتفقنا على نظام اسمه 1 تو 1، دي برضو طلعت في دماغنا كده. 1 تو 1 يعني الخبير قدام المتدرب، بس هما الاثنين مع بعض ماسك ايده فعلا. ودي كانت حاجه يعني احنا لما الناس اللي احنا كانوا موجودين عندنا دول ناس كبار جدا ما بيدربوش من كتر ما هم الفكره عجبتهم. قالوا احنا موافقين وعايزين فعلا نعمل الحكايه. والحمد لله يعني هم ماشيين سعداء جدا جدا من نقلوا الخبره دي. اسمح لي اقطع حضرتك بقى في النقطه دي ونروح نشوف تقرير عن دايجست في دورته الثالثه، ولما نرجع مش ممكن اسيب دكتور او طبيب كبير زي دكتور محمد عاصم خرشد وما اسالوش ايه الجديد في عالم المناظير وإيه التقدم اللي حصل فيها. لكن نشوف التقرير ونرجع تاني. مؤتمر النهاردة دايجست 22 هو المؤتمر الثالث المؤسسة المصرية لمطور الجهاز الهضمي والمناظير. يمكن بيميزه المرة دي ان احنا معانا جميع اساتذة وخبراء الجهاز الهضمي والمناظير والكبد على مستوى الجمهورية. الامل ان احنا نخرج النهارده 6 اوراق بحثية. الست اوراق البحثية دول هيغطوا خطوط الارشاد لأمراض الأكثر شيوعا في مصر، يعني من ناحية الجهاز الهضمي والكبد والمناظير. إضافة إلى أن احنا عندنا دورة تدريبية شباب الأطباء على المناظير يعني بيقوم بيها 5 خبراء أكبر أساتذة جهاز هضمي ومناظير في أوروبا، بيدربوا الناس على المناظير الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الشغل، طوروا مهاراتهم وعاملينها بنظام أن كل أستاذ بيقف مع دكتور واحد فترة معينة بحيث أن هو فعلا يديله الخبرة بتاعته ويقدر يقرب منه ويسأله والكلام ده كله. المتميز والجديد عندنا ان احنا كنا بنناقش الخطوط الاسترشاديه العلاجيه الجديده. حبينا ان احنا يبقى في دور عندنا واضح ومهم للاطباء والعلماء المصريين بوضع رايهم وارائهم في الخطوط الاسترشاديه العلاجيه. يمكن تنوع المواضيع دي كانت حاجه مهمه قوي للاطباء الشباب اللي هم حابين ان هم يستفيدوا بالخطط التعليميه اللي بتتحط للمحاضرات اللي بتبدا من المستوى البسيط الى المستوى المتقدم. وفي نفس الوقت كمان برضو كنا بنلبي رغبات الاطباء الكبار اللي هم الخبراء في كل مجال ان هم بيشاركوا برايهم في وضع الخطوط الاسترشاديه العلاجيه في المواضيع اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. ان شاء الله المؤتمر السنه دي بنناقش خطوط الاسترشاديه للعلاج الاوروبيه الامريكيه على مستوى العالم، وبنشوف بنحدد ايه الحاجات اللي تناسب الشعب المصري او المريض المصري والطبيب المصري. بنشوف ايه اللي نقدر على حسب الامكانيات المتاحه يبقى موجود لكل الاطباء، نقول له اعمل كذا او ما تعملش كذا او يفضل نعمل كذا. في امراض كتير قوي منتشره زي مرضى الارتجاع المريء المتكرر، مرضى الامساك، مرضى التهابات القولون التقرحي، مرضى الزوائد القولون او اورام القولون، ايه اللي هنعمله الفتره اللي جايه او ينصح بايه في الاول بعد كده تعمل ايه، هو ده المفروض. السنه دي ورش عمل تدريبيه لشباب الاطباء جايبين فيها احسن الخبراء في المجال عالميا، ناس من المانيا ومن النمسا، تركيا، ايطاليا، انجلترا، كل دول العالم، بنظريه ال 1 تو 1. يعني ان هو معناه ان الاستاذ من دول او المدرب من دول مع واحد او اثنين بكتير من المتدربين من شباب الاطباء، ده بيسمح ان هم يتدربوا افضل واحسن على التقنيات الحديثه في مجال المناظير والجهاز الهضمي، بحيث ان احنا كلنا نتعلم منها بشكل مظبوط. دكتور محمد خرشد لسه معانا في الاستوديو، ومش ناسين قبل ما نشوف التقرير كنا سألنا حضرتك عن الجديد في عالم المناظير، ايه اخبار؟
أول حاجة طبعا هي العالم المناظير كله رايح دلوقتي ناحية الاكتشاف المبكر. يعني الدنيا كلها مش ناحية الطب الوقائي عامة، نحن نقي، نحن جيلنا أمراض. الحاجة التانية المينيمال انفيزيف، إن أنا أقدر أعمل حاجة بأقل فتحات ممكنة، تدخل جراحي خالص. فإحنا عندنا دلوقتي حاجتين هم دول اللي شغلين المناظير عامة. أول حاجة الاكتشاف المبكر للأورام، إن أنا أقدر على طول لو حد عنده استعداد إنه يجي له ورم في الجهاز الهضمي أقدر أشخصه بدري. طبعا دول مينلي الناس اللي هم اللي عندهم وراثة عنصر الوراثة طبعا للقولون. الكشف المبكر عن الزوايد القولونية، إحنا بيقول إيه، من أول سن 45 سنة لازم الواحد يعمل منظار قولون يطمن، بحيث إحنا بنقدر بالأجهزة الحديثة دي نعرف لو كان في زوايد موجودة ممكن تقلب بعد كده، مجرد إن إحنا شلناها تبقى هي في حد ذاتها خلاص خاطر، يبقى الدنيا خلصت خلاص، يبقى إحنا خلق يعني شلناها وما عادش هيجي الأورام دي بعد كده. الناس عندهم ارتجاع مريء كتير، من كتر الارتجاع ممكن يغير شكل الخلايا اللي في المريء، طبعا بنعمل لها كي أو بنشيلها ما يقلبش بعد كده بأورام. فدي أول حاجة طبعا مهمة جدا، وده اللي شاغل العالم كله، وده اللي اتكلمنا فيه كتير في المؤتمر. الحاجة التانية علاج السمنة عن طريق المنظار، إن إحنا من غير جراحة ممكن حاجة زي الترند يعني في العالم كله بالظبط، كل الحاجات دي بقت سهلة نعملها من غير جراحة. فطبعا بنقل عيان من أمراض كتير، نقدر إن هو لو قللنا وزنه الكبد الدهني عنده يخف، لو قللنا وزنه الأمراض اللي هي زي السكر وزي الحاجات الضغط والكلام ده كله في أمراض بتختفي معاه. بعد كده بالظبط. فهي دي أكتر حاجة دلوقتي رايحة ناحيتها، وإزاي تبقى في أمان تام، وإزاي إن أنا أشوف كويس، إزاي أقدر مش بس أبص بالنور العادي، لا ده أنا أبص على الأوعية الدموية وأقدر أبص بحيث ان انا اقدر افهم لو في اي نشاط موجود في الجهاز الهضمي اقدر اعالجه على طول. طبعا. طيب عايزين برضو نعرف هو امتى المريض مريض القولون يقرر ان هو لا ده انا مش مساله بقى عرض حاجه بسيطه، لا امتى اروح للطبيب؟ تمام. اول حاجه احنا خلينا متفقين على حاجه، ان مفيش حاجه ملهاش علاج. صح. يعني اللي عنده شكوى احنا بنقبل بالشكوى في الجهاز الهضمي لحد مرتين في الاسبوع. يعني جاله مرتين حموضه يبقى تقل في الاكل، بطن وجعته شويه يبقى ممكن يكون لخبطه في الاكل او الكلام ده كله. انما لو الدنيا تكررت كتير لا لازم على طول اشوف، غالبا في حاجه. احنا الناس كلها تقول ايه انا عندي قولون عصبي، لا هي قولون عصبي ده احنا بعد ما نستبعد اي حاجه بنقول هو عصبي، انما بقينا نشوف حساسيات الاطعمه بقت موجوده، وبقينا مجرد ما احنا بنعرف في الحساسيه لا في حاجات بدات بتروح. تنتشر الكرونز والديزيز والالسيرتيف كولايتس، يعني ما كانش حد يعرفهم قبل كده. ولذلك احنا بنقول ايه، اول ما يبدا المريض يشتكي من اسهال اكتر من اسبوعين لازم يروح للدكتور. اول ما يشوف دم في البراز لازم يروح للدكتور. الدم ده علامه وعلامة لا مش خارج. 90% هيبقى بواسير مثلا او شرخ او كده، انما ممكن 10% بس نتجنب الحاجات الخطر. 10% يعني انا لحقتك من ورم في القولون، لحقتك من نشاط مناعي عامل كرونز او ألسيرتيف كولايتس، الحاجات دي كلها بقت بتتعالج. يعني دي بنقولها الناس كلها دلوقتي تقول ايه لا ده انا معدتي حساسه فلما باكل بيجي لي حموضه على طول. لا انت مجرد ما احنا بنعالج الكلام ده بترجع حياتك طبيعيه وبتاكل عادي، احنا ما بنضايقكش في الاكل الا فتره العلاج بس. طبعا من كده. طبعا. طيب هل في حاجة نقدر نقولها للناس كوقاية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد؟ يعني نصون الجهاز الهضمي بتاعنا إزاي دكتور خش؟ أهم حاجة تنظيم مواعيد الأكل. يعني دي رقم واحد، مفيش أكل خطر، مفيش أكل وحش إلا لو عندنا مشكلة. يعني الناس تقول إيه أنا مش هاكل شطة خالص، أنا مش هشرب شاي خالص، لا أكيد ده ربنا خلقها ليها فوائد. يعني عيش حياتك طبيعي. إنما لو أنت بقى يبقى عندك مشكلة، حاسس الأكل بيقف على صدرك ما بينزلش، اللي هي شعور التخمة أو شعور العسر الهضم ده والبلوتينج كمان بالظبط، الحاجات دي كلها إحنا دورنا إن إحنا نخليك طبيعي. فما تجيش على نفسك. يعني تنظيم مواعيد الاكل، نوعيه الاكل اللي بناكلها. يعني احنا دلوقتي لو جينا نبص على اغلبيه الناس مع الشغل ومع الزحمه وكده، ينزل الصبح طبعاً. ما يفطرش طول اليوم لحد الساعه 6 في شغله، مش فاكر الاكل، يروح يجيب اكل هو مروح، يقعد ياكل حاجات مقليه ياكلها ويخش ينام. ده نموذج للقولونه بيتعب، معدته بتتعب، بيجي له امراض زي السكر والكبد الدهني والكلام ده كله. معده بتتضايق. اول حاجه فعلا اول حاجه تنظيم مواعيد الاكل. احنا بننصح حتى الناس اللي عايزين يخسوا بنقول لهم كده كل 3 ساعات كلك حاجه صغيره،
دي هتخليك تستفيد من الاكل اللي بتاكله، وفي نفس الوقت يخليك ان انت ما تضغطش على المعده بتاعتك. دكتور محمد عاصم خرشد، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير ورئيس المؤسسه المصريه لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل المعلومات، والف مبروك على دايجست في دورته الثالثه، ومزيد من المؤتمرات الناجحه اللي بتعمل خبرات لاطبائنا المصريين ونقل الخبرات دي في كل مكان في العالم. بشكر حضرتك. فاصل ونرجع مع حضراتكم، كمل باقي فقراتنا لليوم في ست الستات، خليكم معنا.